أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 24 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 10 من صباح يومه الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 7556 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 148023، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت لشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 4841 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 202 حالة. وتهب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.